منها معاجن أعزائنا المشاهدين، عدنا لكم مرة أخرى في ريتينج وإعلان النتائج. الحلقة هذه فعلا غير حلقة نارية، الأسماء صعبة، الدائرة كل ما لها تضوق أكثر. الأسبوع هذا ثلاث أشخاص محرومين من درع الجمهور، أيضا في خصومات كثيرة. كل نقطة في هذه الفقرة راح تفرق معك كثير. المنافسة اشتدت، الوضع صار فعلا 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 مربك. نقول يا الله يا رب انك تيسرها. راح نعلن عن اعلى تصويت خلال هذا الاسبوع اللي راح يحصل على حصانة. انا اتوقع انه الحصانة الفقرة هذه تعتبر تتويج، لأنه فعلا صارت الأسماء قوية، صارت الخصومات قوية، صار الخطر أكثر وأكثر وأكثر. أيضا صار التصويت كل ماله يحتمي، فمن هو فارس هذه الليلة واللي راح يحصل على الحصانة بالإضافة إلى 3000 نقطة، ومن هو ثاني أعلى تصويت هذا الأسبوع واللي راح يحصل على 2000 نقطة، و ثالث أعلى تصويت واللي راح يحصل على 1000 نقطة. أيضا فارس هذا المسرح اللي أبدع، أبهرنا، أبهر المشاهدين، أيضا أبهر لجنة التقييم، أيضا أبهر ضيوفنا الكرام، ومن هو راح يكون أعلى تصويت لجنة في هذا الأسبوع واللي راح يحصل على 3000 نقطة. الوضع صعب، الحسومات مرة 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 صعبة. أيمن، علي، نواف، ممكن جميع الشباب راح يأملون أنه لو ما أخذ مركز هنا راح إن شاء الله يأخذ في درع الجمهور، لكن أيمن ونواف وعلي وضعهم صعب. يحق لك يا يا أيمن تحكك، لأنه فعلا مربك الأمور. فنقول على بركة الله ونعلن فرسان هذه الليلة، لأنه فعلا أي شخص رح يطلع بألف نقطة هو فارس، لأنه نجا من الخطر. طيب رح نأخذ الأسماء ونقول على بركة الله. كاملين ولا باقي أحد؟ واحد اثنين، باقي نواف. طيب راح ناخذ الاسماء، تجون هنا. كم تبون عدد؟ شلون؟ ما تبون كومبارس؟ كالعاده كالعاده. طيب نفس العدد اللي دايم. للامانه قلت لكم الوضع صار ضيق، النجوميه صارت يعني متنافسه، ال يعني حتى اللي قاعد يشوف روح التنافس عندكم صاير يشتد، يعني فالوضع صعب، يعني صعب والمنافسة قوية. فنقول الله يسر. طيب ناخذ أسماء هنا. كنترول. طيب من هو أول من ينورنا في هذا المسرح؟ ونقول تعال. هو مبتسم، والله انه مبتسم. هو نواف الشهراني. حياك الله يا نواف. الامور طيبه؟ ان شاء الله. ان شاء الله انا تمام بإذن الله. شلونك؟ الله يعافيك. طيب أعطيك كله وتمشي ولا تبي تقسم الوضع؟
والله لو قسمناها فهم يستاهلون، لو خذيتها يستاهلون وانت تستاهل. ونقول تعال يا طاهر، احنا نلاحق الابتسامة. حياك الله يا طاهر. الأمور طيبة بإذن الحي القيوم. طيب نقول تعال معنا ثالث النجوم وثالث المتسابقين عبد العزيز من رباح. كم تبون العدد؟ كم العدد تبون؟ ونقول رابع النجوم اللي راح ينورنا على هذا المسرح نقول مين؟ تركي الغويزي. اثنين اثنين، الكفة متوازية تقريبا او نزيده اثنين. نزيده اثنين، ونقول كيف الامور تركي؟ الشركة بخير الحمد لله، الامور زينة. ثوب جديد، ثوب جديد وحركات كيف بس. وحياك الله يبدأ. تركي ونواف وطاهر وعبد العزيز وابداح، ناخذ شخص واحد ولا خلاص؟ احنا ناقصين هنا، وانا زيد واحد. ناقصين الشباب هنا ونبي واحد علشان تتوازن الكفة. ونقول تعال يا نواف عقاب. ارحب ارحب. سعد نواف عقاب، تركي الغويزي، نواف الشهراني، الشهراني بيننا، طاهر وعبد العزيز وايضا ابداح. انسحب خطوتين ونقول الوضع شوي صعب. عارفين انتم الخصومات اللي صارت، وعارفين الوضع مره يعني، وعارفين الامور اللي ما نبي نقوله. يجيك رجال الزاوية كل ما لها تضيق، إن شاء الله أنها تنفرج. سعد يبغى سم يا سعد. تمام. الوضع ما عاد هو مثل أول، ما عاد هو مثل أول. خلال الأسبوع اللي راح ودعنا حبيبنا اللي هو صدصد ورشيد، وقبله فلان وفلان وفلان وفلان. إبرايم الجاي إبرايم ناري فعلا. يعني أنا أتكلم لكم عن نفسي من الحين وأنا متوتر لإبرايم الجاي. من ضمن هالنجوم هذا شخص رح يحصل على حصانة يقول خلاص ما يهم من إبرايم، وضعي تمام، الأمور بس سليم. يا سلام. شخص رح يغرد ويقول ما هميتن يا من بن إبراي بن روية. تركي الدوسري. تركي الدوسري ايش معهم؟ لا من رويه يقول والله معليش من رويه اموري تمام، انا بجلس هنا وبتقهوى. تركي محمد تمام لا تنسى. فمن راح يكون او من راح يحصل على حصانه بالاضافه الى 3000 نقطه؟ الشخص الثاني 2000 نقطه، الشخص الثالث 1000 نقطه. ايضا فارس هذه الليله، فارس المسرح، اعلى تقييم في فقره ريتينج من ضمن لجنه التحكيم، واللي راح يحصل على 3000 نقطة. طيب نعلن أيهم؟ اللجنة. نعلن أعلى تقييم. ونقول خلها حصانة. تقييم اللجنة اللي راح اللي أبدع على خشبة هذه المسرح أبهرنا وأبهر المقيمين وأيضا المشاهدين وأيضا حتى المتسابقين انبهروا. نضرب
بنغيرها شوي. طيب راح نجيبها بسيناريو شوي غير. عبد العزيز من رباح تفضل شوي قدام. ابشر. طاهر قدام شوي. اعلى تقييم يغرب للجنة احد النجوم، احد النجوم عبد العزيز او طاهر. لحالك تخاف يا طاهر صح؟ لا والله ما خايف. والله حس انك خايف يدينك كذا، خليك عند عبد العزيز اجل. غادي يدينه شوي مفكن والامور طيبه. فعلا ابدعتوا عبد العزيز وطاهر، طاهر وعبد العزيز ابهرتونا، كان ادائكم مره ممتع، ولكن سياسه المسابقه لابد شخص يحصل على اعلى تقييم، وراح يحصل على 3000 نقطه. 3000 نقطه هي فارق جدا كبير في اتضاء او في احتدام الامور اللي قاعدين نشوف، وفي ضيق الدائره، وفي البرايمات والمتسابقين برايم ورا برايم، والخصومات خصم ورا خصم، فراح تفرق معك كثير. اعلى تقييم، كيف ادائك يا طاهر؟ جميل، ما اقدر اغير نفسي.